سلام عليكم أصدقائي، سلام عليكم معلمتي. العد الأثنانات، كيف نعد الأثنانات؟ مثال: أحط في عقلي 25 وفي يدي 2 ونعد: 25، 26، 27، ثم أكتب. أحط في عقلي 27 وفي يدي 2 وأعد: 27، 28، 29، ثم أكتب. أحط في عقلي 29 في يدي 2 وأعد: 29، 30، 31، ثم أكتب. مثال آخر يا أصدقائي، العدد هو 12. أحط في عقلي 12 وفي يدي 2 ثم أعد: 12، 13، 14، ثم أكتب. أحط في عقلي 14 وأعد: 14، 15، 16. أحط في عقلي 16 وفي يدي 2 وأعد: 16، 17، 18، 18. خلصنا أصدقائي، باي باي.